الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل الدين، إذ لولا محبته ما أحببنا الدين. فإن الله سبحانه وتعالى لما سب اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه، وكانوا يقولون راعنا ليا بألسنتهم، قال وطعنا في الدين. فالدين هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فدل على أن النبي والدين شيء واحد. فلا نعرف إسلام إلا بسيدنا محمد، ولا نعرف قرآن إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تفرع منه من آل البيت لابد أن يأخذوا جزءا كبيرا من هذه المحبة. حتى أن سيدنا علي رضي الله عنه يقول في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إنه لعهد رسول الله لي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وكون سيدنا علي كان أهلا لسيدتنا فاطمة فتزوجها وكفأ لها، فدل على علو شأن سيدنا علي بن أبي طالب. فإن سيدنا علي بن أبي طالب تزوج سيدتنا فاطمة بأمر الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد طلبها قبله سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، إلا أن الله ادخرها لسيدنا علي لعلو شأنه، لأنها هي عالية القدر فلا يناسبها إلا عالي القدر نسبا وتربية. فإن سيدنا علي بن أبي طالب ولد قبل بعثة النبي بعشر سنوات، وولدت سيدتنا فاطمة قبل بعثة النبي بخمس سنوات، فالفرق بينهما في السن خمس سنوات. تربى سيدنا علي بن أبي طالب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدتنا فاطمة، فلعبوا معا صغارا وارتبطت روحهما معا صغارا، إلا أن سيدنا علي كان نفسه تحدثه أن يتزوج سيدتنا فاطمة كثيرا، إلا أنه لأنه لا يملك شيئا يعطيها مهرا أو شيء من هذا، فكان لا يحدث النبي. حتى جاء الأوان وفاتحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عندما دخل عليه سيدنا علي بن أبي طالب عدة مرات، وكانت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم تمنع سيدنا علي من أن يطلب يد سيدتنا فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك جئت تطلب فاطمة يا علي. قال: نعم يا رسول الله. فقال: بما تعطيها صداقا؟ قال: لا أدري يا رسول الله. فقال له: ألا تذكر الدرع الحطمية التي عندك؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: هي صداقها. وكأن النبي يسهل له الأمر وييسر له الأمر، وكأن سيدنا علي بالنسبة للرسول كأنه ابنه، كما أن سيدتنا فاطمة هي ابنه، ولا ريب لأنه رباه في حجره صلى الله عليه وآله وسلم. سيدتنا فاطمة أكثر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم التصاقا بأبيها، لأنها ولدت الرابعة في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فزينب الأولى ورقية الثانية وأم كلثوم الثالثة والرابعة سيدتنا فاطمة عليها السلام، وبعدها سيدنا عبد الله الذي مات صغيرا من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من سيدتنا خديجة، وسمي عبد الله الطاهر لأنه ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والقاسم كان أول أبناء النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة، ولكنه مات صغيرا. سيدتنا زينب وسيدتنا رقية وأم كلثوم تزوج من رجال أغنياء، سيدتنا فاطمة تزوجت من سيدنا علي، وسيدنا علي كان لا يعرف له أنه عنده كثير من المال، فعاشت حياة بسيطة، حياة فيها زهد، لأنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتربت في بيت النبوة، حيث أن النبي اختار أن يكون قوته كفافا، فاعتادت أن يكون القوت كفاف، يعني ما فيه الكفاية دون فائض. وحضرت سيدتنا فاطمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حوصر في شعب بني هاشم في بداية البعثة، وحضرت مع نبينا صلى الله عليه وسلم
ما كان يتهجم عليه كثير من الكفار في فترة بعثته الأولى رضي الله عنه وأرضاه، فعانت ورأت معاناة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك ارتبطت ارتباط وثيق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معه، كانت تخرج معه وتتبعه، حتى أنها هي التي أزالت ما وضعه هذا البائس الكافر من روث البعير المذبوحة، ووضعوه على ظهر رسول الله وهو ساجد، فما كان منها هي إلا أن جاءت فرفعته عن ظهر أبيها وهي صغيرة، ثم بعد ذلك سبت هؤلاء الكفار وهي صغيرة، فهي جريئة، ورثت الجرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تدافع عن أبيها، وارتبطت روحها بروح أبيها، حتى أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى ضحكة قط عليها السلام، ومرضت وصارت في مرض يزداد تدريجيا حتى توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على الراجح. فسيدتنا فاطمة جعل رحمها الله سبحانه وتعالى، جعل رحمها هو موضع آل البيت إلى يوم القيامة، فالكل مولود من رحم فاطمة ومن صلب علي، فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينتسبون إلى رسول الله عن طريق أمهم سيدتنا فاطمة، فدل على أن النسب للأم قوي وليس ضعيف كما يدعي بعض الناس، لأن شرف أبناء سيدنا علي لأمهم، ولذا كانوا يميزون بين سيدنا الحسن والحسين وبين سيدنا محمد بن الحنفية، وهم إخوة لأب، فكانوا يميزون لأن محمد بن الحنفية كان من زوجته التي هي من بني حنيفة، أما سيدنا الحسن والحسين فمن سيدتنا فاطمة، فما كان شرفهم الأعلى إلا شرف البطون أكثر من شرف الظهور، وبالتالي شريف الأم يكون شريف أيضا، فلا تقل الأم نسبتها للإنسان كنسبته لأبيه سواء بسواء، فإن انتسب إلى أم شريفة أخذ شرف النسب، وإذا انتسب لأب شريف أخذ أيضا شرف النسب، وإذا انتسب للأب والأم فهذا هو أعلى النسب، وهذا النسب نسب جسماني بجانب النسب الروحاني وبجانب أيضا النسب الديني والطاعة. وبرأ الله سبحانه وتعالى نسب النبي من أن تسوء خاتمته حتى يدخل السرور على قلبه بأبنائه معه في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم علامتها بمحبة آل البيت وبمحبة سيدنا علي وبمحبة سيدتنا فاطمة عليهم السلام، نفعنا الله بهم. وننظر إلى أصل دعوة سيدنا إبراهيم عندما بنى الكعبة، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل إليه، يعني الأفئدة تهوي إليهم ليست إلى البيت بل إليهم حيثما حلوا، فحيثما حلهم كعبة تتوجه القلوب إليها، فصار بدعوة ببركة دعوة سيدنا إبراهيم أفئدة كل المؤمنين الصادقين في إيمانهم تهوي إلى محبة أقارب النبي وآل بيت النبي، ولذلك صاروا هم سفينة النجاة في زمان الفتن، يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين القرآن وعترة آل بيتي لا يفترقان حتى يرد حوضي، فمن أراد أن ينجو في بحار الفتن فعليه أن يركب سفينة القرآن وآل البيت، فنسأل الله أن يجعلنا في معيتهما في الدنيا والآخرة، وأن يحققنا بحقائقهم، وأن يرزقنا الأدب معهم. وجزاكم الله خير، وسعدت بهذا اللقاء المبارك، فمرحبا بالمشايخ الكبار نستفيد منهم ونتبرك بحضورهم معنا، أيضا مرحبا بكل الحاضرين معنا عبر وسائل الاتصال والحاضرين معنا في مسجد الأشراف، وجزاكم الله خير.